لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وشرف وعظم وامنن وزد وجد وبارك على أشرف الأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرم سيد الأنام ومصباح الظلام وخاتم الأنبياء والرسل الكرام نبينا محمد. اللهم زده شرفا وكرما ورفعة ومهابة وإجلالا وفضلا وتعظيما. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين. رحم الله من نظر فاعتبر، وأمر فاعتمر، وزجر فازدجر، ولمثل هذا الحق المبين انتظر. انتظروا واعتبروا يا أولي الألباب، إن الحكم لله الواحد القاهر الوهاب. معكم عشرة ضحايا من أهل التوحيد والإيمان، مندرجين بالوفاة إلى رحمة الله الملك الديان، تغمدهما الله بالرحمة والرضوان، وأسكنهما فسيح الجنان، رحمهما الله، نقلهما الله من دار الدنيا الدنية إلى الآخرة الأبدية، إلى الفردوس الأعلى، إلى دار السلام، رحمهما الله. الصلاة على الجنائز الحاضرة في هذا الوقت المبين أثابكم الله، فسبحان الدائم الباقي الأزلي الحي الذي لا يموت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اقبلنا وتقبل منا بسر الفاتحة يا حي يا قيوم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا من خير الفريقين، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا.